أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زواج أولاد العم. الجزء 34. زواج أولاد العم هو الزواج بين اثنين أولاد عم ينسبون لبعض بكونهم أولاد عم، إن البنت هي بنت عم الولد والولد هو ابن عم البنت، ويرى إن هذه هي العلاقة، هي أصح علاقة الزواج في الإنسانية، وهو ما هو تقاليد وعرف العرب، وما أغر له وشجع إليه الدين الإسلامي والأديان السماوية من قبله. فإبراهيم عليه السلام خليل الله كان متزوج سارة وهي كانت بنت عمه، ولذلك ارتبط مع زواج أولاد العم ومفاهيم زواج أولاد العم بالأنبياء والصالحين والطيبين من الناس. فزواج أولاد العم أهم ميزة فيه إنه سترة، قال الله نساءكم لباس لكم وأنتم لباس لهم، إنه عندما تكون الأنثى والذكر أولاد عم وأكفاء، يعني في أولاد عمهم هم أكثر اثنين متشابهين، هذا الكفاءة في التشابه هي زيادة لمعاني السترة، إنه هذا التشابه يفقد الوعي والتسكير بالاختلاف، والاختلاف هي العورات، وجمع المختلف من الناس يذكر إلى جمع المختلف من العورات، وهو سر ووصف الجماع، ولذلك هو شيء نجس وعيب وجريمة، ويسمى العار والسفاح، لأنه السفاح هو السيفاح، إنه في المجتمع كله عندما الرجل والأنثى يكونوا مختلفين وما أولاد عم ويجتمعوا في زواج، فهو القول باجتماع العورات المختلفة، فهو يقول بالجماع، فهو هتك ستر الزواج والعلاقة الحميمة وينشرها بين الناس، مما يجعله سيء في المجتمع، يكون السيء فاح. فأهم ميزة زواج أولاد العم الأكفاء، أما هذه معنى الأخ آب في معنى العم، والأخ يعني الأب أبا يرفض، هذا المعنى يعطي سترة، إنهم لا يذكر بأنهم لهم علاقة في العورات أو لهم جماع في توحيد وجمع المختلفين من العورات الذكر والأنثى. أما في العلاقة الزواج من القريب والغير أكفو، فهي جمع بين مختلف يذكر إلى العورات ويذكر إلى الجماع، والعورات هي منطقة خروج أوساخ وعيوب ونجاسات وغزارات، ولذلك عيب فيها التسكير ونجاسة، والعورة في الإنسان فيها 10 سيئات يخرج منها البول والخراء والزراط والحيض والمني والشعرة والعرق والجلد الميتة، وكون هي العورة بتكون يا ذكر أو أنثى، والقلفة اللي بتكون بيقطعوها في الختان والطهارة، فهذه 10 أشياء نواقص ونجاسات وغزارات في العورة الإنسانية تجعل من إنه التسكير بالعورة إنه من النجاسات، وإنه يجب السترة على الإنسان، وإنه في القرآن ذكر أول شيء كان في بداية الإنسان في الجنة آدم وحواء، إنه عندما اتبعوا قول الشيطان وأكلوا من الشجرة، إنه عاقبهم الله بكشف عوراتهم ودروها وستروها بصفق الشجرة، فهذا الفعل الإنساني في ستر العورة هو من الطهر، ولذلك حتى الصلاة في الإسلام يجب الإنسان أن يكون مستور، من شروطها ستر العورة، لأن العورة فيها هذه النجاسات، وقطعها هو ستر لنجاسات لمعاني الطهر والخير. فالعار عندما الرجل والأنثى يكونوا مختلفين ويتزوجوا قول الاختلاف، والاختلاف في الإنسان بين جسم الأنثى والذكر يكثر في منطقة العورة، ففي الذكر يكون في الوجود وفي الأنثى في العدم، هذا الاختلاف يذكر إليه كل شيء مختلف في العلاقة بين الذكر والأنثى، لأنه العورة
وجمعها في الجماع هي تكوين الناس. لذلك هذا والتكوين الحياة وإعطاء الحياة فكرة كبيرة ومهمة للإنسانية، ولأنه الموت والمرض وانتهاء الإنسان هذا من الكبائر ومن القتل ومن الأذى الشديد. لذلك أي اختلاف، أي كلام في بين اختلاف بين الذكر والأنثى ويرجح إلى معاني العورات، منطقة إحياء الناس. ولذلك هذا الجبرية في إنه كون، حتى لو قالوا إنه الذكر والأنثى مختلفين في العمر، الفكرة اللي بتجي في عقل الناس اختلاف العورات والجماع. لو قالوا الذكر أمير والبنت عادية فقيرة، هذا الاختلاف يذكر إلى العورات. إن قالوا العريس من قبيلة والعروس من قبيلة مختلفة، هذا الاختلاف يذكر لاختلاف العورات، لأنه هذا لشدة قوة معاني الحياة وأهميتها، مما يجعل أي تذكير بالاختلاف وإن كان ليس القول طوالي وعديل بالاختلاف الجنسي، إلى أنه يرجع إلى معاني الاختلاف الجنسي لأهمية الحياة. يعني عندما الطفل الذي يولد من العار وقال له أمك وأبوك مختلفين واجتمعوا، يحسب على أنه ذكروه باختلاف العورات وإنها جمعت، لأن هذا أهم من اختلاف في العمر أو في اللغة أو في الدين أو في مكان السكنة أو في الحالة الاجتماعية. كل هذه الأشياء معانيها للحياة أقل، فالحياة تتكون من اختلاف العورات تجمع فيكون في الحمل والولادة. ولذلك حرم الله زواج القريب، قال الله في سورة الأحزاب الآية 52: يا لا يحل لك النساء من بعد. يعني النساء عامة لا تحل إن الرجل يتزوج أي أنثى وهي مختلفة عنه ويكون في العار والصفاح، هذا محرم. قال الله لا يحل، وقال الله محصنات غير مسافحات في سورة النساء، وقال الله في سورة الأحزاب الآية 50: يا أيها النبي، وقال الله إن أحللنا لك بنات عمك بنات عماتك بنات خالك وبنات خالاتك. فالرجل يتزوج مما هو يماثله والعلاقات التي فيها معاني الطهر، لأنه أخ الأب أو أخت الأب أو أخ الأم أو أخت الأم، إن الأم والأب دل أناس الإصلاح في حياة الإنسان، هم اللي بيصلحوا مشاكله، هم الذين يعطون إليه. فالأم ترضع ولدها والأب يساعد يحمي ولده، فهذا العطاء للخير هو إصلاح لعلاقات الأخوة. فلذلك أخ الأب وأخت الأب وأخ الأم وأخت الأم كلهم، هذه العلاقات تسمى علاقات طاهرة، ذكرها القرآن يمكن فيها الزواج ولا حرج. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير امرأة بنت العم. يعني علاقة بنت العم هي أطهر من علاقة بنت العمة، وبنت العمة علاقة أطهر من بنت الخال، وبنت الخال علاقة أطهر من بنت الخالة. وإلا في عدم وجود بنت العم الإنسان يتزوج بنت عمته، وإلا في عدم وجود بنت العم وبنت العمة الإنسان يتزوج من بنت خاله، وإلا في عدم وجود بنت العم وبنت العمة وبنت الخال الإنسان يتزوج من بنت خالته. فالإنسان دائما يحب ويرضى ويختار العلاقة الأكثر طهر، لأنه العلاقة والزواج يكون فيها تكوين الحياة والتخليق، ولذلك تذكر بالخالق. فعندما العلاقة تكون طاهرة وكلما كثر فيها الطهر، كلما أقر لوجود الإله الكامل الطهر الخالق الطاهر الله. ففي ظلم وفي خطأ في العقيدة عندما الإنسان يتزوج مثلا بنت عمته وهو عنده بنت عم، لأن بنت العم هي علاقة أطهر. فإنه قال طريقة في تزوجه من بنت عمته، إنه قال طريقة الخلق طاهرة لكن ما أطهر شيء، فإن يعني والله في الإسلام يعتبر أطهر منه ما في. فدائما الإنسان يختار العلاقة اللي فيها الطهر تامي وأطهر، تاني ما يكون في علاقة أطهر منها ورفضها. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته إن جعل لكم من أنفسكم أزواجا.
والعرب لأنهم العرب هم أهل عقل، قال الله قرآن عربي لعلكم تعقلون. فالعرب هي من عرب عي رأيا بالعي والأذى والمشقة، والأذى يرفضه لأن الإنسان العاقل يطلب الخير وينكر ويرفض السوء، لذلك هذا العقل وهذه الميزة في العرب هامة العرب، مما تجعلهم عندهم مقدرية الحياة في الصحراء، هذه الصحراء الجافة الحارة الفارقة، إنها تحتاج للإنسان يكون في أشد عقله، ولذلك خلق الله لهذه الصحراء ناس يسمون العرب، هم فيهم في طبيعتهم في طريقة أشكالهم في لغتهم في عاداتهم في تقاليدهم في تاريخهم، عندهم من الفهم، ومما يجعلهم يقدرون العيش في الصحراء. ولذلك العير أب إنهم يرفضون هذا العار من ميزات العرب، إن العلاقات العارية التي فيها الرجل والأنثى مختلفين لا يرفضونها، ولكن يزوجون البنت العم الكفؤ ويسمونها الحليلة، قال الله حلائل أبنائكم في سورة النساء، وهذه الحليلة هي بتكون ملك له، بيسموها ملكة حتى في لغات العرب في بلاد العرب، فإن هي ملك له. إن وفي بعض العادات والتقاليد يقولون حتى لو الأنثى يعني احتاجت تتزوج من رجل آخر لسبب مثلا إنه ابن عمها مريض ليس عنده مقدرة الزواج، يكون هذا الزواج برخصة من ابن عمها وبإذن من ابن عمها، لأنه يحترفون لابن العم بملكية بنت عمه لأنها تشابهه وتماثله، فبيناتهم الذمة ذمة الحياء، مما يجعله له الحقية في القول إنها تنسب إليه أولويا أكثر من أي رجل آخر. فالعار منكر، قال الله يأمركم بالمعروف وينهيكم عن المنكر، لكن في الإسلام أغر الله غير بنت العم، قال الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. في زواجين غير بنت العم مرضية في الإسلام، وهي زواج للحوجة، إنه قال الله في سورة الأحزاب الآية 50 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إنه في نساء كان يوهبن نفسهن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه كان عندهم حوجة، وقيل إنه لم يتزوج منهن في بعض الروايات، ولكن حصل الهبة إنه لكن ما تم الزواج معهم، وهو إنه القول بأنه الحوجة، إنه زي أغلبية نسوان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا إلا عائشة اللي كانت بكر وأراها الله له في المنام في الرؤيا والحلم في حريرة، والحريرة هي الحر يعني هي الاختيار، وقيل له إنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة، إنها هي بنت عمه الملك، حتى وإن كانت يعني من جده السادس إلا إنها هي ملكه، هي بنت عمه اللي بتشابهه، وهذا بيكون في العرب يعني. طبعا الرجل بيكون بنت عمه طوال بنت عمه لزم من جده الأول، لكن في بعض الناس يلقى إنه بنت عمه حليلته وحره وملكه، بتكون يا بنت مثلا بنت عمده أو بتكون بنت عمه من جده الثالث أو من جده الرابع أو الخامس أو حتى السادس، كما كان حال الرسول عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة رضي الله عنها. أما زوجاته الأخريات كانوا من الحوجة، إنه عارفين إنه السيدة خديجة رضي الله عنها بعد ما اشتغل معاها في التجارة وهي كان ما عندها زوج، إنه قالت له إنه ابن عمها، إنه هم أولاد عم في جدهم الثالث، فقالت له بالزواج، إنه بدل هو يكون ما متزوج وهي ما متزوجة هم أولاد عم وفي نفس الحتة كده عار، إنه هم متشابهين أولاد عم ومستبعدين ما متزوجين، فتزوجها. وكذلك زوجاته الأخريات كانوا قبل كده لهم عهد زواج، السيدة خديجة كانت متزوجة قبله يقيل رجل أو رجلين،
وزوجاته الأخرى كانوا متزوجات رجال أخر، وكانوا عندما يموتوا بيتزوجهن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما يقصد بالهبة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، والهبة هي الحي به، الحي به إعط، إنه الحاجة حتى بعد تتحرك أنت تلحقها وتعطيها. فالهبة هي الإصرار في العطاء، وهذا الإصرار في العطاء هو لسبب الحوجة القاتلة. إنه مثلا لو في رجل جدك قباب ناس، ورجل كبير وضعيف، وقال لهم إنه يريد أن يأكل لو عندهم فضل من أكلهم شيء، فقامت البت مشت كلمت أمها تجيب الأكل للرجل ده في أما لما جابت الأكل جات لقته في الباب، اتحرك الرجل اتحرك، وبقت تفتش له في الشارع، بتلاحق فيه في الشارع لحد لقته داري يلف في الشارع باللفة في الشارع الثاني، وصلته ادته الأكل. هذا الأكل يسمى هبة. طبعا العرب عندهم كلمات كثيرة لمعاني الكرم، في الكرم وفي الجود وفي الإحسان، لكن هذا العطاء، لأنه الأكل مهم إنه الإنسان يعيش، ما فيه لعب الأكل، ممكن الزق ما حاجة اختيارا، الإنسان ممكن يأكل أو الإنسان ممكن ما يأكل، لكن الأكل هو للحياة. وهذا العطاء للإصرار إن هي لاحقت هذا الرجل الكبير تعطيه الأكل عشان يعيش، هذا يسمى بالهبة. وقال الله امرأة، والله اسم الوهاب، يعني إن الله يعطي بإصرار، إنه المطر بتنزل بإصرار من الله، إنه الشجر يكون منه الثمار، هذا بإصرار من الله، ما شيء بيطلبوه الناس بيدعوا له، دي حاجات الله أصر إنها تتوجد لأهمية الحياة وأهميتها في الحياة. فهذا العطاء في الأهمية يسمى بالهبة. وقال الله في القرآن: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. إن امرأة تجي للرسول صلى الله عليه وسلم تقول إنها هي أرملة، إنها هي أمة حرب، إنها هي هاجرت من مكة للمدينة وما عندها أهل وهي مسلمة، كل هذه الفئات الخلاص انقطع منها أسباب الحياء. والرسول يبقى لهم سبب للحياء. وزمان في زمن الرسول ما كان في مرة مثلا في تعليم وفي شغل كده عديل منظم في المجتمع إنه يقوم بحوجاتهم، فكان يحتاج لرجل يقوم بحياته معيشة وبتحصين بأمنه وبإعطائه الحوجة الجنسية حتى لا يحتاج إلى الزنا أو الدعارة. وهو ما قال له الرسول، قال له الله في القرآن، قال له: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إن هذا الزواج، عندما الرجل يعطى هذه الأنثى الهبة ليتزوجها، تكون فقط له، مش عشان هي ما بنت عمه وحصل جماع معها، معناه هي كده عندها بقى الحقية تتزوج أي رجل آخر وتجامع أي رجل آخر، ولكن خالصة لك دون المؤمنين. فهذا زواج الهبة الذي يكون في أوقات الحروب وزي أوقات الهجرة وفي اليتيم وفي المسافر وفي الأرملة، شيء معلوم في حتى في المجتمع العربي، حتى يعني أكثر مجتمعات عربية ممكن متشددين في زواج أولاد العم، إنه لو في أنثى من قبيلة تانية مهاجرة لمنطقة وعاشت معاهم وكبرت بقد عمر زواج، ممكن بعرس رجل من الناس اللي معاهم، وما في إنسان يعني بيحتج، لأنه واضح المعنى إنه إنسان دارين عايشه، ليس هي علاقة حب ولا سفاح ولا تحدي لزواج أولاد العم، إنما إنسان عنده مشكلة دارين يصلحوا عليه. إنه الإنسان ده بيكون دائما مؤدب وواعي بنفسه إنه عنده مشكلة، وبيغير للناس بإحسانهم إليه، و بيكون زول داير يتدين وزول داير يتغرب إلى الله. قال: وامرأة مؤمنة، إنها هي إنسانة مؤمنة عايزة تعيش عشان هي مؤمنة، دار تتعبد إلى الله. فهذا زواج الهبة
أغره الله في القرآن، وامرأة مؤمن إن وهبت نفسها للنبي. والزواج الأغره الله ما ملكت أيمانهم، ملكة اليمين هي الأمة. يعني الرجل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في العبودية، إنه بعض الناس لأسباب الحروب أو لأي سبب بيجوا عبيد يباعوا ويشتروا في الأسواق، يشترونهم الناس يخدمونهم من غير من بعد ما يدفعوا قروش، إنهم اشتروهم تاني ما بيدفعوا لهم أجر عملهم في البيت، وما بكون عندهم الحرية إنهم يمشوا من الناس البيت، فمرات بيكونوا مربطين عديل بجنازير حتى لا يهربوا بالليل، يربطون عشان ما يهربوا، وبيكونوا حياتهم كلها على حسب ما يغرر لهم سيدهم، ولا عندهم مقدرية الزواج ولا نسبة العمل لأنفسهم ولأسمائهم ولقبيلتهم. فهذه العبودية قال الله سبحانه وتعالى ما ملكت أيمانهم، إنه الله أحل زواج ملكة اليمين، إنه لو الرجل عنده عبدة أو خادم أمة يملكها في البيت إنه هي ممكن تكون زوجته، إنه الله أذن بترقية هذه العلاقة إلى علاقة الزواج والولادة، لأن هي كأمة عندها عدم مقدرية الزواج لأن هي بقت ملك للرجل. وزواج الهبة وملكة اليمين اللي هو زواج العبيد حلله الله للإقرار لزواج أولاد العم. إنه زواج أولاد العم فكرته إنه الرجل بيتزوج بنت أخ الأب، أخ يعني أذى، أبا يرفض، فأخ أبا يعني يرفض الأذى. أصلا الرجل ذاته بيكون عنده قبيلة، عنده أمهاته وخالاته وعماته وأخواته وبنات أخواته وبنات أخوانه وبنات بنات عمامه كتار وبنات عماته كتار، فال بيختارها بنت عمه، بتكون بنت عمه من بين كل هذه النساء، يختار أن يعيش ويعطي ويجامع ويولد من ويحمي ويحصنها بالعلاقة الجماع في الزواج، كل هذا يكون لهذه بنت العم الكفؤ. وهو لأنه فيها معنى أخ الأب، إن هي العلاقة الطاهرة فيها بقى الأخ أبا الأذى رفض. فلذلك الله أغر إلى زواج أولاد العم بزواج الهبة وملكة اليمين. الهبة برضو إنسان عندها مشكلة بيصلحوها ليها، إنه مثلا مهاجرة هاجرت من مكة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد المسلمين هاجروا فتركوا أهلهم ومالهم وأهل وأزواجهم، لأنه لو أزواجهم ما أسلموا بطلقوهم منهم وبيتزوج إجوا المدينة، إنه بيقوا محتاجين لزواج ولعيشة من جديد. فهذه الهبة هي تؤيد إلى زواج أولاد العم، لأن هي أخ آب، إنه في عندها أخ بيقى عندها مشقة، زول مهاجر وزول ما عنده زوج، فعندها أخ ولازم أن يأبى هذا الأخ، لازم أن يصلح هذا المشكلة. فزواج الهبة لذلك هو لمعاني زواج أولاد العم، ولذلك أغر له الإسلام وأجازه. وزواج الأمة نفس الشيء، إنه الأمة دي عبدة وعندها زول مشقة، وقصة أخ آب إن زواج أولاد العم هو الملكة، إنه الرجل يملك بنت عمه، في العرب ما في نقاش. طبعا أي زول ممكن يعني ود العم ممكن يقول أنا بتعمي دي حقتنا، وخالتها يقول حقتنا، جدها يقول حقتنا، أمها تقول حقتنا، قصة الأهل إنه يقولوا حقين بعض دي أصلا موجودة في الإنسانية، لكن ابن العم حقيته هي الحقية المطلقة، حقية الجماع وحقية الولادة والاستفادة. فباقي الأهل هم لما يقولوا حقتنا وكده تعتبر كأنه مجاز بالنسبة لحقيقة الحقية ابن العم. فابن العم في العرب يعتبروه انه هي ملكه، انه هي بتشابهه
إن هي كفء له، إن هي أخ الآب، والرجل أصلا أخ آب، فهي ملك له، هي حقته. فهذا المعنى القوي للملكة في زواج أولاد العم أقره الله بتحليل الزواج من العبيد، إن الرجل بعد ما يبقى عنده في ملكه يملك عبدة أو أما أو خادم. فهي كده بقت في المعاني بتشابه بنت العم، إنها هي أنثى يملكها تنسب إليه وعملها ينسب إليه. فلذلك الله حلل لهم الجماع والولادة، لأنه قال لهم تشابهتوا مع زواج أولاد العم. فأكثر معنيين مهمين في زواج أولاد العم إنه هو أخ آب، ابن أخ الآب، الأذى رفض وحسن، فلذلك الله أحل به معنى زواج الهبة في تحسين حال المحتاجين. وإن هي بنت العم ملكه، فأحل الله ملكة اليمين. فأما زواج العم الحقيقي إنه الأنثى تكون بنت عمه أخ آب باللحم وبالدم، فهذه العلاقة هي أجمل علاقة طبعا وأحسن علاقة، واللي بيتمنوها الناس إن الرجل يتمنى إنه يكون عنده يكون معهم في الحي في المنطقة أنثى من قبيلة بعيدة وأبوها توفى ويتزوجها أو يزوجوها للشيخ أو لرجل غنيان أو لرجل متزوج من قبل من بنت عمه يحسن إليها. هذا الـ الـ هذا الـ 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 الإحسان والخير، الهبة في هذا الزواج، وإنه الرجل يكون عنده خادم أما ملكه يتزوج منها، هذا من ضرورات الحياة وليس من ما يتمناه الناس. الناس تتمنى دائما الخير، وإنه الرجل يكون عنده بنت عم يزوجوها له من صغيرة، يخبروها إن هي هيزوجوها لابن عمها، ومن صغير يكلموه لم أول ما يلدوها يقولوا لو أنت بيولدوا لك بنت عم. هذا هو الشيء الجميل، هذا هو الشيء المرضي اللي ليس فيه خلاف ولا شك. طبعا زواج أولاد العم أهم حاجة فيه إنه هو سترة لما أولاد العم الأكفاء، هو سترة لا يقر إلى الاختلاف الجنسي وعملية الجنس في جمع المختلفين. أما في المختلفين فهو إغرار، لأنه المختلف يجتمع. فهذا الأذى في إنه معرفة المختلف يجتمع، وأذى العورات وغول الإلحاد في إنه في اختلاف في طريقة ونجاسة في طريقة الخلق تنهي وجود الخالق الطاهر. هذه الإشكالية بتجي في زواج الهبة وزواج ملكة اليمين، إن في الهبة دي بتكون من قبيلة تانية، هي ما بنت عمه، هي مختلفة منه. وكذلك الخادم أو العبد ملكة اليمين الأمة برضو هي مختلفة منه في أغلب الأحيان، ليس بنت عمه. فكذا بيكون في جمع مختلف في المجتمع يعني. لكن من الجمال إنه هذا العار هو الغول بالمختلف اجتمع بعملية الجماع. فأصلا لما الأنثى تبقى في حالة الهبة أو هي عبد خادم، هي كده إنسان بقى خلاص حياته انتهت، حيموت، إنه زواجهم ده بيحيوهم به من الموت. وأصلا لما الناس تتذكر الموت بيتذكروا معاه الاختلاف وتكوين الحياة، إنه الربط علاقة العورات وجمع المختلف العورات الجماع وتكوين الحياة والحمل، هذا إعطاء الحياة. وإنه الإنسان يموت دي فكرتين متشابهتين عكس بعض بيجمع بعض، الموت والحياة، ليبليكم أيكم أحسن عملا. فهذا الربط بين الموت والحياة بيجعل إنه لما الأنثى تكون هبة أصلا حتموت، هي في منطقة بعيدة وأبوها توفى، وهي ممكن تموت أو يغتصبوها أو يغتصبوها ويقتلوها أو ما تلقى أكل فجسمها يضعف وتموت. هذا الموت أصلا بيذكر بالحياة بالعورات، وبيذكر
بجمع العورات ولإعطاء الحياة. فعشان كذا العار من الهبة الله لم يجعله حرج، لأنه أصلا حتى لو ما تزوج الناس أول ما يقولوا فكرة الموت بيتذكروا معها العورات والجماع وإعطاء الحياة تفاؤلا. فلذلك فإنه يقوم الهبة دي تتزوج رجل مختلف لعيشة ويكون في حالة شبه العار، الناس تركتها بتمشيها. ونفس الشيء بملكة اليمين، والإنسان خلاص بقى عبده، شالوا من منه اسمه هويته حياته وحريته، ممكن يموت بقى ما إنسان حر كده، دي بيختار حياة اللي بترضيه واللي بتنفع، بقى بيختار في الحياة اللي بتنفع سيده. فهذا برضو الفكرة في العبودية هو والأذى، العبودية برضو يذكر للعورات وأذى وإعطاء الحياة. ولذلك برضو هذا العار شبه العار في الزواج من ملكة اليمين يعتبر إنه يعني ما مشكلة، لأنه أصلا هم دخلوا في حتة إنه أصلا في حالة موت دارين يحسنوها. أما الأنثى تكون معززة مكرمة في بيت أبوها، والرجل يكون معزز مكرم في بيت أبوه، ويرفض يتزوج أولاد عم ويتزوج إنسان مختلف، هذا هو العار الحقيقي فيه ممكن يقال بأنه السفاح وأنه أذى الناس وأنه لازم يعاقبون عليه في الشريعة. فالحكمة هو أنه لما نكون زواج الهبة وزواج ملكة اليمين أنه الرجل والأنثى بكونوا مختلفين ويجتمعوا، فهذا يذكر للجماع ويذكر إلى أنه في اختلاف في طريقة الحياة وعدم وجود الله. والإلحاد أنه الإنسان يحتج يقول أنا كده جرحت من براءتي، أو ضليتوني عن دين الإسلام وعن الله وإن الله واحد وطاهر، لإنسان هبة أو ملكة يمين هذا ما من الأخلاق. ولذلك لم يحتج العرب ولم يحتج المسلمين من هذه الأنواع الزوجات، زوجات الهبة وملكة اليمين، ورؤوها من الجمال الذي يؤيد إلى زواج أولاد العم. ولأنه أصلا أي إنسان بيفكر في زواج أولاد العم بيفكر في الحياة الطيبة، في أخ الآب، إنه يكون في الطيبة في العلاقة، إنه الأطفال يلدون لا يعرفون المختلف، يجتمع فيهم البراءة والطهر ولا يعرفون سر الجماع. فأصلا الناس اللي بيزوجوا أولاد العم وهم أغلبية المجتمع العربي والإسلامي والإنساني، إنه يكون في واحد والاثنين في المجتمع ملكة يمين أو هبة أحسن إليهم، هذا يرونه من الإقرار لحقيقة طيبتهم وحقيقة إنسانيتهم وحقيقة إسلامهم. والرسول عليه الصلاة والسلام وصف إنه لم يكن فاحش ولم يكن بذيء. فالبذيء البئذى يعي هو الإنسان الذي يذكر العورات والجماع دون سبب، والفاحش هو الذي ينكر ذكر العورات والجماع. الفاحش ده اسمه الفاحش، الفحش، الفيحيشي، انه بيقولوا لو انه مثلا انه سمع مثلا كلام عن الجماع او العورات فيغضب شديد الغضب، فيقال له دي أشياء الحياة أصلا دي الحياة، اسم العورات دي جزء من الإنسان، الناس متعودة عليه، وإنه جمع المختلف والجماع دي أصلا طريقة تكوين الحياة، فهون عليك يعني ما تزعل شديد إنه سمحت شيء كلام يعني قلة أدب أو كلام في الجماع. هذا الإنسان بيسموه فاحش، إنه بذكره فيه حي شيء. أما البذيء ده اللي بيجيب سيرة الزواج والجماع والعورات دون سبب فيأذي الناس. أما الفاحش هو الذي يستنكر وجود الجماع والعورات كشيء طبيعي في الإنسانية. والفاحش يعني خطر كما هو البذيء خطر، لأنه في الدين الإسلامي يؤمن بأن الله ليس عيسى ابن مريم، ليس إنسان،
الإنسان فيه الخرا والبول والعورة والجماع والولادة، فالله أعلى من ذلك. فالفاحش الذي يستنكر وجود العورات والجماع في الإنسان، هذا 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 فيه انحراف من العقيدة الإسلامية. ولذلك وصف الرسول أنه لم يكن فاحش ولم يكن بذيء، لأنه في بعض الأحاديث الرسول قال كلمة النيك لواحد من الصحابة سأله أنكتها، وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر برجال يبنون في حائط فقال لهم النيك النيك. فهذا القول أنه لا يستمسكون بالبناء ولكن يبنون والزواج والولادة، إنه هذا كسرة البناء الغير محتاجين إليه أحسن منه أن يكون في النيك والزواج والولادة. وهذا ما قصده الصحابة، إنه الرسول لم يكن فاحش، لم يكن يستحي من قول الحق وفي إغرار الحياء وطريقة الحياء. والله لم الله كذلك لم يستحي من الحق، إن الله لم يستحي أن يضرب مثل بعوضة فما فوقها. فالقرآن مليء بالأوصاف الجنسية، باشروهن، نساءكم لباس لكم أنتم لباس لهن، يأتون الرجال شهوة دون النساء، يخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وإن الإنسان يكون مضغة. فالقرآن فيه وصف كثير وفيه إرشاد للجماع الصحيح ولكيفية تكوين الجنين في بطن أمه ورحم أمه. فلذلك الإسلام، دين الإسلام ليس دين فحش، هو دين يقر ويؤكد معاني الصحيحة في الجماع والولادة. ولذلك أجاز الله زواج الهبة وملكة اليمين، حتى إن كان فيها من معاني العار إنه هم مختلفين اجتمعوا، وذلك يذكر إلى العورات والجماع، إلا أن الإسلام إنه دي حاجات جزء من الحياة، وللناس دي المحتاجين يعيشوا، وأهمية عيش الحياة. ولذلك تقليديا زواج الهبة وملكة اليمين وفي الإسلام والعرب والإنسانية لم يرى من إنه العلاقات المنحرفة. قال الله الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إنه لو في إنسان محتاج يتزوج ده ليس الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ده اللي بيخلوا بنات عمهم قاعدين في البيت، الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وبيمشوا بعرسوا بيت غريبة. الرسول قال لن تقوم الساعة حتى يترك الرجل بنت عمه لا ينظر إليها ويتزوج من النبطية. ده الفحش، الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعملون العار والإلحاد غصبا عن الناس. والله اسمه الرحمن، والله قال في القرآن إلا ما أضطريتم، يعني أكل الدم والخنزير والميتة، إلا ما أضطريتم. ولذلك زواج الهبة وملكة اليمين هو محسوب من الاضطرار، من الترخيص في حالات الاضطرار، في عدم وجود الماء يكون التيمم، ولكن التيمم في وجود الماء باطل. وكذلك الرجل يتزوج غريبة في وجود بنت عمه في البيت لم ينظر إليه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من آيات الساعة. ولذلك من إنه حتى الأطفال الذين يلدون من زواج الهبة ومن زواج ملكة اليمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام ولد أولاده من السيدة خديجة، وكان زواج هبة، إنها هي أنثى محتاجة وتزوجها، وهي كانت بنت عمه في جدهم الثالث. فعن الهبة دي ما بالضرورة تكون بنت من غريبة شديد، ممكن تكون يعني بنت عمته. فبنت من القبيلة يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام كذلك ولد من مريا القبطية، وكانت أمة ملكة يمين يملكها، زي ما السيدة عائشة بنت عمه بلحمه ودمه في جده السادس، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة، هي ملكه، هي حره، أن رآها في الحرير
إن همرة العذراء لعطوها له، ولم لن تجوز لرجل غيره لا في الدنيا ولا في الآخر. إنه ولد من مريا القبطية، وهي كانت ملكة يمين. الله أغر ملكة اليمين للإصرار والإغرار لزواج أولاد العم، لأن هي ملكه، البنت العم ملكه. فولدت السيدة مريا القبطية إبراهيم عليه السلام ابن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه في زواج أولاد العم أهم حاجة إنه هو طريقة خلق طاهر يؤيد وجود خالق طاهر، إنه الطفل من ملكة اليمين ومن الهبة لا 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 يتناغ لا يغالب إنه ولد على فطرة إلحاد، لأنه لم يولد بالإصرار على المنكر في وجود الصح. ولكن أصلا زواج ولده منه ده هو من الإحسان ومن الحاجات الصح ومن الطيبة التي تؤيد وجود الله. وإن اختار الإلحاد فهو فاسق، إنه لم فسق العهد الأول، إنه لما نزوج أمه من الهبة أو ملكة اليمين هو لأنه للإحسان ولإغراء زواج الأولاد، مع الذي يؤيد وجود الله. فعندما هو يختار الإلحاد أو الكفر أو الزندقة ولا يعبد الله حق عبادته، فهو فسق العهد الذي ولد عليه. ولأنه في نقد للشعور إنه هي ما بنت عمه في زواج الهبة، هم مختلفين اجتمعوا، لكن هذا الشعور ومعاني الجماع بتنقد بكونها يقال لك إن هي كانت حتموت ما كان عندها زول، فخلاص كده يعني هذا الفكر الموت والحوجة بنافي معاني الجماع والإلحاد وعدم عطاء الوجود لله. فهنا في إحسان، في تحسين، هو كأنه أخآب في أذى، إنه قال لك هم مختلفين اجتمعوا، لكن يقول لك إنه هم هذا الاختلاف هذا، إن هي كانت محتاجة، إن هي كانت حتموت، إن هي ما من المنطقة، إن هي بنت مسكينة صغيرة وما من المنطقة وساعدوها. فهذا يناقض الفكر الأول السيء من معاني الجماع والإلحاد إلى معاني الطيبة والإحسان والهبة والإصرار على الخير الذي هو من مؤيدات الإسلام والإنسانية ووجود الله.